السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم مجددا، وهذه الحصة من حصص الثقافة العلمية مع حل أسئلة الفصل. نبدأ الآن إن شاء الله بالسؤال الأول. السؤال الأول يقول: ضعي دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة للأسئلة الآتية. العامل الذي يلعب دورا في زيادة معدل إنتاج الفرد من النفايات في العالم. الإجابة الصحيحة هي جيم، التطور الاقتصادي. إذن الإجابة الصحيحة جيم، التطور الاقتصادي. السؤال الثاني: ما أفضل العمليات التي تستخدم لإدارة النفايات؟ الإجابة الصحيحة هي جيم. السؤال الثالث: ما أكثر المواد إنتاجاً للنفايات الغازية عند حرق كميات متساوية منها؟ الإجابة هي جيم، إطارات السيارات. السؤال الرابع: أي من عمليات إدارة النفايات يتم من خلالها إنتاج كمية كهربائية؟ الإجابة هي دال، الحرق الآمن. السؤال الخامس: ما النفايات التي يتم طمرها؟ الإجابة الصحيحة هي باء، النفايات غير قابلة للتدوير. السؤال السادس: ما العملية التي تشكل المصدر الأكبر لغاز الميثان؟ الإجابة هي دال. السؤال الثاني: اذكري خمسة سلوكيات فردية تؤدي إلى تقليل إنتاج النفايات في المجتمع. والإجابة: 1- شراء المنتجات ذات الجودة العالية وغير القابلة للتلف بسرعة. 2- تقليل كمية المواد المستخدمة في التغليف. 3- فصل النفايات العضوية وطمرها في حديقة المنزل لتحويلها إلى دبال. 4- شراء المنتجات القابلة للتدوير أو إعادة الاستخدام. 5- إعادة استخدام الأكياس البلاستيكية أكثر من مرة. النقطة السادسة والأخيرة: إعادة تجديد الأثاث المنزلي. نأتي الآن للسؤال الثالث من أسئلة الفصل، ويقول: ما المقصود بالنفايات الخطرة؟ وأعطي أمثلة على ذلك. النفايات الخطرة يا 11 هي عبارة عن نفايات تشكل خطرا مباشرا على الصحة العامة أو على البيئة لاحتوائها على مواد سامة أو مواد قابلة للاشتعال أو مواد ملوثة أو مواد مشعة. ومن الأمثلة على هذه النفايات مخلفات المستشفيات والبطاريات وموازين الحرارة ومصابيح الفلوريسنت التالفة والمبيدات الزراعية. نيجي الآن لسؤال أعللي ما يأتي. ألف: الإدارة الضعيفة للنفايات لها انعكاسات خطيرة على الصحة والمجتمع. السبب: لأن عدم التخلص من النفايات بطرق علمية صحيحة يؤدي إلى تراكمها، مما يسبب مشاكل صحية وبيئية واقتصادية واجتماعية خطيرة. ب: الأفراد ذو الوعي البيئي ينتجون نفايات أقل من غيرهم. طبعا هذا الكلام صحيح. السبب في ذلك لأن الوعي البيئي يكسب الأفراد معرفة بمخاطر النفايات البيئية والصحية، مما يبني اتجاهات نحو سلوكيات إيجابية في إدارة النفايات، حيث أن عملية التقليل من إنتاج النفايات تعد من أولويات الخطة الناجحة لإدارة النفايات، لأنها تعمل على خفض التكلفة والجهد اللازمين في التخلص من هذه النفايات. جيم: الدول الصناعية والمتقدمة تكرس جهداً أكبر لتحسين إدارة النفايات. السبب: لأن هذه الدول تنتج كميات كبيرة من النفايات بسبب التطور الاقتصادي الذي يعد العامل الرئيسي في زيادة إنتاج النفايات، وهذا يستدعي إدارة جيدة للنفايات للاستفادة منها والتقليل من آثارها السلبية. السؤال السادس: وضح العلاقة، أو السؤال الخامس عفوا، السؤال الخامس: السؤال الخامس يقول: وضح المقصود بالطمر الآمن للنفايات.
المقصود بالطمر الآمن هو دفن وطمر النفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها أو تحليلها في مناطق بعيدة عن التجمعات السكنية والأنشطة السكانية وفي مساحات واسعة جدا. أما بالنسبة للسؤال السادس يقول: وضح العلاقة بين الحرق العشوائي غير المنظم وظاهرة الاحتباس الحراري. طبعا الحرق العشوائي غير المنظم ينتج عنه كمية من غازات الدفيئة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون الذي تنطلق إلى الغلاف الجوي فتسهم في ظاهرة الاحتباس الحراري. أما السؤال السابع: ما أهم مشكلات إدارة النفايات في فلسطين؟ طبعا أهم المشكلات: واحد، تزايد كمية النفايات حيث تقدر بحوالي 1.2 مليون طن سنويا. 2، تزايد نسبة النفايات من النايلون والبلاستيك والمعادن بشكل مستمر. 3، تدوير القليل جدا من النفايات الصناعية. السؤال الثامن والأخير في أسئلة الفصل: أذكري فوائد الدبال في المجال الزراعي. فوائد الدبال: 11، يستخدم كسماد عضوي بديل عن السماد الكيماوي، فيعمل على زيادة خصوبة التربة لاحتوائه على عناصر خصبة مثل النترات والبوتاسيوم والفسفور. انتظروني إن شاء الله في الفيديو القادم مع حل أسئلة الوحدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.